LCU Talks. ضيفنا اليوم جهاد الهاشم، نائب الأول للرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. فقرة الأولى بروفايل. مين هو جهاد الهاشم؟ مغترب لبناني بغانا كوماسي. رحت على غانا سنة 1995، بوقت مركز رئيس الفرع للجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم سنة 2005. 2007 عينت مستشار للعلاقات العامة، و2008 تم تعييني أمين عام مركزي مساعد. لمدة 9 سنوات اشتغلت هذا المركز، ومما افسح لي المجال انه اتعرف على كل رؤساء الفروع واتعامل معهم ورؤساء المجالس الوطنية والقارية. وصولا لسنة 2017 ترشحت لمركز نائب رئيس عالمي ونجحت، ورجعنا بسنة 2019 بمؤتمرنا تم انتخابي نائب اول للرئيس العالمي، وعيد انتخابي سنة 2022 باخر مؤتمر للجامعة رقم 19، ورجعوا اعادوا انتخابي نائب اول للرئيس العالمي. وهلا مع فقرة بينج بونج. شو شعارك بالحياة؟ كف على ناصية الحلم وقاتل. تعتبر نفسك محظوظ؟ اكيد انا محظوظ بس شغيل. شو رياضتك المفضلة؟ باسكتبول. شو أحلى هدية حصلت عليها؟ هدي من أول معاش لبنتي. شو بتحب تجمع؟ كرافتات. شو لونك المفضل؟ أزرق فاتح. شو كان حلم طفولتك وما تحقق؟ أعمل ضابط بالجيش. شو هو القانون الوحيد اللي ما بتكسره بحياتك؟ كون صادق. شو عندك عادة حلوة؟ ساعد الناس. ووحدة من عاداتك السيئة؟ السواقة السريعة. كيف بتشوف حالك اليوم؟ دبلوماسي. بمين بتتأثر؟ بوالدتي. وين بتروح وقت اللي بدك تكون وحدك؟ بمشي بالجبل. شو هوايتك المفضلة؟ السفر. شو هو الإنجاز اللي بتفتخر فيه بالجامعة؟ تعديل النظام الأساسي. وعلى الصعيد الشخصي؟ علم أولادي. شو يلي بحفزك لتشتغل أكتر؟ إنه ما كان عندي شيء وصار عندي كل شيء. شو هو الشيء الوحيد اللي ما بترجع بتعيده بحياتك؟ إنه انغرم مرة تانية. شو أهم حفل حاضره؟ ماستر تانجو بالأرجنتين. إذا كان عندك الحرية تغير اسمك، شو بتسمي نفسك؟ الإنسان بيخلق ما بنقي اسمه ولا رب عمله، بس أول ستيك تو جهاد. الفقرة الثالثة، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. شو هي الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم؟ الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم هي مؤسسة مدنية غير استثمارية، غير عنصرية، غير دينية وغير سياسية، معترف فيها من الدولة اللبنانية كممثل وحيد للانتشار اللبناني. مين أسس الجامعة وليش تأسست؟ تأسست الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم بعهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب سنة 1960، وبموجب مرسوم جمهوري، وحدد مركزها ببيروت مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، لأنه تكون قناعة عند الرئيس فؤاد شهاد أنه لازم يتمأسس الاغتراب اللبناني، وخاصة أنه كانوا المغتربين بالعالم يمثلوا الدولة اللبنانية، لأنه كانت الدولة اللبنانية يافعة وما كان عندها إمكانيات مادية تفتح سفارات بالخارج، فكانوا يختاروا أشخاص من الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم ليقوموا بالدور التمثيلي للدولة اللبنانية. ليه الجامعة منا معروفة عند كتير من اللبنانيين؟ الجامعة تقتصر دورها على العمل بالخارج، واللبنانيين بالخارج هن أعدادهم أضعاف أضعاف المقيمين في لبنان،
نحن منتشرين بكل بقاع الأرض وعندنا تقريبا 120 فرع منتشرين بالعالم، إنما هون بالداخل يختلط الأمر على اللبنانيين وبيعتبروا الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم هي أحد فروع الجامعة اللبنانية اللي بتدرس. عم نحاول نغير هيدي الفكرة ونعمل نشاطات ونكون واقفين حد أهلنا بلبنان بهالأزمة اللي عم بمروا فيها لحتى نعرفهم أكثر أكثر على دور الجامعة. شو أبرز الإنجازات اللي حققتها الجامعة من تاريخ تأسيسها؟ من إنجازاتنا بالفترة الأخيرة وبعد تضرر مبنى وزارة الخارجية والمغتربين جراء الانفجار اللي حصل بالمرفأ، قررت الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم أنه ترمم الطابق الأول بمبنى وزارة الخارجية والمغتربين لحتى تأمن انتخابات المغتربين في الخارج حفاظا على حقوقهم بالترشح وبالاقتراع. شو وضع الجامعة اليوم وطنيا؟ لما تأسست الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم كانت دائما إلى جانب الدولة اللبنانية. آخر مثل حصل معنا هو سنة 2019 عندما حلت الأزمة الاقتصادية على لبنان، فمناشدات الجامعة اللبنانية كانت للمغتربين أنه يوقفوا جنب أهلهم بلبنان، وهذا اللي صار وبلشت التحويلات تجي من الاقتراب اللبناني وتحول المغترب اللبناني يجيب بشنته أدوية وحتى مواد غذائية مرات لحتى يوقف جنب أهله بلبنان. هذا الشيء جعل أنه يصير في عنا كتلة نقدية وازنة من العملة الصعبة اللي مكنتنا أنه نضل نقدر ندفع الفاتورة الاستيرادية للبنان. كمان بعد انفجار المرفأ شكل المغتربين اللبنانيين ورقة ضغط على الحكومات المضيفة لتقديم الدعم والمساعدات لوطنهم لبنان. ليش المغترب اللبناني لازم ينضم للجامعة؟ تنظيم الجاليات أساسي بالمغتربات وخاصة بالدول اللي ما فيها سفارات، فعلى كل لبناني مغترب أنه يتسجل بالجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم لحتى إذا صار عليه شيء يكون في عنده مرجعية شبه رسمية يلجأ لها. كمان انتساب المغترب اللبناني لصفوف الجامعة بشكل لوبي لبناني ضاغط بدافع عن حقوق اللبنانيين المحقة إذا تعرضوا لأي ظلم، ويلجأ المغترب اللبناني لفروع الجامعة المتواجدة بكل أصقاع العالم للاستشارة أحيانا بنوع الاستثمار اللي بده يعمله بالبلد، فبلاقي إيد ناطرته لحتى تشد عليها وتأمن له فرصة عمل أو سكن أو إيواء بالحالات إذا واحد ما عنده ناس يلجأ لهم تيساعدوا. مؤتمركم الأخير كان عنوانه العبور نحو المستقبل، شو أبرز الخطوات الحالية والمستقبلية بهذا الخصوص؟ تحت هذا العنوان انكبت الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم لتطوير نفسها عبر تعديل نظامها الأساسي ليواكب عصرنا هذا، وحاليا عم نستحدث موقع إلكتروني جديد وصرنا نشيطين على مواقع التواصل الاجتماعي، والأهم ابتكرنا تطبيق رقمي جديد موبايل أبليكيشن تحت عنوان WLCU.official بتسمح للمغتربين بالانتساب والانتخاب أونلاين. الفقرة الرابعة أنت والجامعة. شو أهم قرار أخذته كنائب أول للرئيس العالمي للجامعة؟ القرارات على بالجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم تتخذ على طاولة الهيئة الإدارية، فأهم قرار كان أنه كلفت برئاسة لجنة تعديل النظام الأساسي. شو أكثر قرار أخذته وندمت عليه ويتعلق بالجامعة؟ القرار عادة بحياتك بتاخده لوحدك، إنما القرار بالجامعة هو بيتاخذ على طاولة الاجتماعات تبع الجامعة بالهيئة الإدارية، لذلك ما في قرار ممكن تاخده وحدك بالجامعة، لذلك إذا فشل أي قرار بالجامعة بتحمل مسؤوليته كل الهيئة الإدارية. كيف علاقتك بالرئيس وباقي الأعضاء؟ علاقتي ممتازة وقائمة على الاحترام المتبادل لما في مصلحة وخير الجامعة اللبنانية والاقتراب اللبناني. شو أكبر إفادة حصلت عليها من الجامعة؟ أكبر إفادة أنك تحصل عليها من الجامعة
انك تعمل صديق بكل بلد. شعطيت للجامعة وشعطيتك الجامعة؟ اعطيت الجامعة بهالعشرين سنة وقتي وجهدي وتعبي، لانه العمل بالشأن العام مضني وبده مسابرة لتوصل للغاية. الجامعة عطتني شبكة علاقات كتير كبيرة، عطتني ثقة بالنفس وجعلتني التقى بكبار المسؤولين بلبنان وحول العالم، وهيدي خبرة حياة ما بتلاقيها إلا بصفوف الجامعة. بنهاية هيدا اللقاء، شو رسالتك للمغتربين؟ بدي وجه رسالة لأخوتنا المغتربين واشكرهم دايما لوقوفهم جانب لبنان، وبطلب منهم يتأيدوا بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء بالدول المضيفة، كما بطلب منهم عدم نقل مشاكلنا السياسية من لبنان إلى الخارج، وما ينسوا يعلموا أولادهم اللغة العربية، وبعد بدنا منهم شغلة واحدة إنه يكفوا يزوروا لبنان لو مرة بالسنة. انطرونا بحلقات جاية من WLCU Talks وتابعونا على العناوين الظاهرة على الشاشة.